حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب فاصل قصير فقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. ولا مواضيعنا في هذه الفقرة موضوع مهم جدا دائما ما نتحدث به، ألا وهو موضوع الازدحامات وحركة المرور وغيرها من الأسباب يعني اللي تخلي الازدحام يعني يطول لساعات، يعني مو دقائق لا ساعات. لذلك الحدث الأول هو هنالك خبر انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقترح قدمته مديرية المرور العامة. هذا المقترح شو يقول؟ يقول تقترح على وزارة التجارة، يعني مديرية المرور العامة تقترح على وزارة التجارة تقنين أو إيقاف استيراد السيارات. تقنين أو إيقاف استيراد السيارات. مشكلة الازدحامات قد تستمر 20 عاما أخرى إذا لم ننظم استيراد السيارات. يعني ممكن بالفترة القادمة إحنا راح نشوف سيارات ما تستورد. الفترة القادمة احنا راح نشوف سيارات يعني راح يقل استيرادها. شوفوا يعني هسه اذا نجي ناخذ الموضوع من تفاصيل عديدة، احنا البلد الوحيد اللي السيارة ما تدخل به الا جوا الموديل 3 سنوات. يعني هسه احنا ب 2023 يمكن 2020 ما تدخل، بس 2021 يعني احنا قريبين على ال 24 يعني تقريبا راح نصير في منتصف العام. البلد الوحيد اللي يعني يستورد سيارات هواية هاي منتهين منها السيارات من كل الدول. شكو سيارة بالعالم نستوردها؟ الكهربائية، الشحن، البنزين، الغاز. شكو سيارة بالعالم احنا نستوردها؟ وشكو صناعة وشكو شركة تنتج سيارات بالعالم؟ شكو شركة احنا عندنا من عندها سيارات في العراق، من بريطانيا عندنا، من ايطاليا عندنا، من المانيا عندنا، من كوريا عندنا، من اليابان عندنا، من ايران عندنا، من الصين عندنا، من ماليزيا عندنا، من تايلند، من كل الدول. شكو دولة تصنع سيارة تلقي نموذج او خط استيراد موجود في العراق. عدد السيارات هواي. بنفس الوقت كان قبل اكو سيارات يعني يتم سهولة التسقيط، تسقط السيارة بس الرقم وشد على هسه ما جاي نشوف. يعني احنا كبلد هسه اذا نريد نحكي مثلا احنا 2023 مثلا نسقط سيارة صار لها 15 سنة مثلا، يا 2008 2009 اكو سيارات 2008 2009 بعدين جدد من ضمنهم الالنترا المقدسه الدكشن العالي. زين هاي شلون راح اقدر اسقطها؟ زين اسقط قبل 20 سنه؟ اوكي قبل 20 سنه ما اكو سيارات موديلها 2006 2005 2003 موجوده وتشتغل لحد الان. زين فلذلك اكو مواضيع لازم نحكي بيها بشكل أكبر. أكو سيارات ما يتم تسقيطها، بنفس الوقت أكو سيارات يتم استيرادها هواي. لذلك صار أكو كثرة بموضوع السيارات، الشارع صار عبارة عن سيارات. بنفس الوقت أكو مقترحات ممكن هي تساهم بحل هذا الموضوع، موضوع الازدحامات. اليوم النقل العام، اليوم الباصات ما موجودة، قليل جداً ومو تحت رعاية الدولة. فاهمين الموضوع؟ يعني اليوم النقل اللي جاي يصير سواء بالكية أو بالكوستر، يعني مثلا بالكوستر، كوستر تنقلك من الكرادة لباب الشرجي بس، هذا هو. زين ومن باب الشرجي يمكن للدورة لو غير مكان بس. زين كيات كذلك بالمناطق ما تطلع برا المنطقة. لذلك احنا نطالب بالنقل العام، نقل باص يجيك من باب بيتك ياخذك يوديك المكان عملك، المنطقة عملك.
الموظفين، الوزارات، وزارات فيها موظفين خير من الله. ليش كل موظف يجيب سيارته؟ ما انا خلي باص ينقل الموظفين شكل موظف بهاي المنطقة، باص اخر شكل موظف بذيك المنطقة، وحل هذا الموضوع، حل هذا الموضوع. الباصات اللي تنقل الموظفين صايرة بس مال، بس تنقل النساء، بس الموظفات، الموظفين يروحون بسياراتهم. لذلك هذا الموضوع احنا لازم نتحدث به اكثر. هواية اكو ناس تحكي تقول يابا الازدحامات شو وقت تنحل، شو وقت يصير لنا حل ممكن. الحكومة دائما ناشدها، لذلك اكو حلول ممكن تصير جذرية بالفترة اللي جاية. ممكن احنا سمعنا عن جسور ممكن تصير، نفقات ممكن، نفق يصير ممكن. لذلك احنا من نقول انه نطالب اكثر توسعة الشوارع، ايضا هذا حل من الحلول اللي ممكن تساهم بقل او قلة الازدحامات اللي موجودة بالمناطق. لذلك احنا دائما ما نطالب ونشد على ايديهم. الموضوع هو موضوع انه سيارات وتقنين او وقف استيراد. بنفس الوقت اذا نحكي اكو شوارع جاي تتوسع، اكو جسور جاي تنبني، اكو انفاق ايضا جاي تنبني، هذا الموضوع ايضا ممكن يساهم. ولكن ما تصير بيوم وليلة ولا بشهر وشهرين، ممكن يراد لها وقت، ممكن خلال سنة او سنتين، ممكن يقل. ايضا احنا نطالب كرأي، ممكن كل المناطق وبكل المدن حول العالم اكو طريق يصير اشبه بالطريق الدائري حول المدينة، حول العاصمة، طريق حلقي. هذا الطريق ممكن يخفف لك من الازدحامات. موجود يعني اللي جاي بالمحافظات مثلا، اللي جاي من اي محافظة احتمال ما يحتاج يمر ببغداد حتى يطلع الغير لا ممكن يمر بهذا الطريق. لذلك هذا ايضا طريق، حتى الموظف مثلا واحد بيتهم بالرصافة ودائرته او شغله اللي يريد يروح له بجانب الكرخ، ممكن يمر له عن طريق هذا الطريق، ما يقطع المسافة بشكل مستقيم. هاي ايضا من الحلول اللي لازم ياخذها يعني الوزارات الدوائر المعنية تأخذها بنظر الاعتبار. لذلك خلينا نرجع لموضوعنا اللي هو موضوع السيارات، وأيضا نشوف ردود أفعال الناس. مثل ما شفتوا هذا هو المقترح اللي قدمته مديرية المرور العامة، تقترح على وزارة التجارة تقنين أو إيقاف استيراد السيارات. مشكلة الزحامات قد تستمر 20 عاما أخرى إذا لم ننظم استيراد السيارات. التصريح اياد يقول سنة بسنة يلا تنحل المشكلة، بمعنى بس موديل 23 تدخل والسنة القادمة بس 24، وهذا مستحيل بالعراق. هذا هو رأي قاسم. يقول مو تقنين وإنما منع تام للاستيراد لمدة 5 سنوات باستثناء تسقيط سيارة بسيارة، عندها ممكن أن يخفف الازدحام. ما انت ما تقدر تمنع منع تام من استيراد السيارات، ما صايره باي دوله انه ممكن تمنع منع تام. ما اعتقد اكو هيك موضوع. سميح يقول المرور مو بعد وقت لهذا القرار، والمفروض بناء جسور وانفاق جديده. ما هو بالفعل احنا حكينا بهذا الموضوع وجاي يتم بناء هاي الجسور والانفاق وتاهيل الشوارع بصوره جيده، وبالفعل ايضا جاي يصير تاهيل الشوارع بصوره جيده. لان اذا يظل الاستيراد بهيك اعداد الله وكيلك يحتاج باراشوت انزل بيه للشغل. حتى الباراشوت ما راح تقدر تنزل بيه عدل للشغل. باراشوت راح تلقى وايرات، راح تلقى اشجار، راح تلقى هواي شغلات راح تعيقك. محمد يقول بكل دول الخليج والعالم لا يوجد شيء اسمه منع استيراد المركبات. حتى 2010 يدخل للبلدان لكن اكو تنظيم بالاستيراد، يعني ماكو سايبة توك توك، ماكو بيجو، ماكو كيا بستة. المشكلة بالتنظيم وليس بالاستيراد. بكل الدول اكو توك توك، واكو يعني مثلا مصر اكو توك توك، تايلند اكو توك توك، بالهند اكو، كل الدول. بس يراد لها العمل، يراد العمل نظامي. انت مو تقول امنع مثلا انت الكيه البسته، هاي الكيه البسته ترى هي سياره نقل عام، سياره نقل عام،
تنقل لك 11 الى 13 شخص بآن واحد. فبالعكس انت لازم تشجع على هاي السيارات، يعني الكية او الباص الكوستر او حتى المنشأة، بالعكس احنا لازم نشجع على هيجي سيارات. سدد تقول استعملوا الباصات لنقل الناس وطرد السيارات القديمة المؤثرة على البيئة. هذا كان اخر تعليق بخصوص موضوعنا الاول لهذا اليوم، وتبقى طبعا هاي اراء المواطنين اللي دائما ما يتحدثون بها والمقترحات اللي يحبون يظهروها للناس. هذا كان موضوعنا الاول. اما موضوعنا الثاني هو موضوع مؤلم بصراحة، يعني موضوع عبارة موضوع وحشي، يعني من قلة يجي من قلة إيمان، يجي من قلة وعي، ضعف عنده بالإيمان. يعني موضوع ترند منذ يومين في مواقع التواصل الاجتماعي، أب من مدينة أو محافظة نينوى من مدينة الموصل يقتل بنته الرضيعة لرغبته بالأولاد، يريد أولاد لذلك قتل بنت الرضيعة. هاي وحشية في الموصل. هذا الأب ما أعرف ما يراد له سجن، لا هذا يراد له شغلات أخرى. قبل لا أسجنه أجيب لناس توعيه، أجيب هذا مريض نفسي، أجيب لناس توعيه، أجيب لناس تفهمه شنو 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 أنت تنهي حياة شخص. هاي 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 عقلية متخلفة. زين هاي عقلية متخلفة، وما أعتقد أهل الموصل ممكن عندهم هيك نماذج. بس لابد يطلع من كل ناس، من كل قبيلة، من كل مدينة شخص نفر ضال شاذي يقبل عليه تصرفات أو يستخدم وسائل عديدة لإنهاء حياة رضيعة. يقتل بنته على مود والله شنو رغبته بأنه يخلف أولاد. هاي كارثة هاي. زين موضوع ترند في مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك احنا نطالب الجهات المختصة، وزارة الداخلية بإلقاء القبض. وأتمنى أنه يتم فعلا، أتمنى يكون فعلا هو موجود بالسجن، بس هذا عقوبته لازم تكون قاسية، عقوبته لازم تكون درس لكل شخص يفكر أنه يسوي هيك. وأيضا أطلب من الشرطة المجتمعية توعية الناس، توعية العوائل اللي بعدهم يفكرون بهذا المنطق، بهذا التخلف، أنه والله ولد أو بنية. فهذا الموضوع يعني كارثي. خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله وأيضا ردود أفعال الناس حول هذا الموضوع. جريمة نينوى، أب يقتل طفلته الرضيعة لرغبته بإنجاب الذكور. طبعا هو فيديو مؤلم بصراحة، يعني يحتوي على صورة البنت، وأيضا هو انتشر كخبر وكفيديو وصور، يعني فد شيء مؤلم بصراحة. المنطق ما يستوعبه. والله أنا أجي أقتل، والله أنا أريد خلف أولاد ولد. محمود يقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمها برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته بحق محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. لمسة في فن الصبغ، هذا الدبيج وحاب يعلق عبالة بصفحته الشخصية، يقول ألف الحمد لله والشكر، الله رزقني 4 بنات وأحمد الله وشكره. بالعكس هاي رحمة، يمكن ندخل الجنة من وراهن. هو أكو أحلى من البنات، أروح لهن فدول. هذا هو الأب. فلور تقول نطالب الأب محمد الشياع السوداني بقانون العنف الأسري وإنقاذ الطفولة والمستضعفين. هذا الدور أيضا يقع على عاتق الشرطة المجتمعية. أعتقد هم ما مقصرين بهذا الموضوع، دائما ما يبحثون، يرحون، يوعون الناس أكثر. بس بنفس الوقت لازم تصير عندنا ثقافة أنه إذا أكو شخص بالبيت يعنف الأطفال أو يعنف الكبار السن أو الآخرين، أخلي من نفس البيت هذا ناس تتصل بالشرطة تبلغهم، ليش أعوف الموضوع هيجي بعدين تطلع عنا الكارثة. ما هو أول ما بدأ يسوي هيك أفعال أنا أخابر الشرطة،
خابر الشرطة المجتمعية، خابر النجدة، خابر شوف منو، يجون يوعوه ويفهموه إن هذا الموضوع ما يصير. ندى تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا مفتهم الشغلة غلط. هو تحديد النسل للرجل، المرأة حافظة. أما توتة علي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، كلها بسبب قلة الدين والرحمة والمبادئ التي تبددت في كل مكان، وانعدام الإيثار وتدني الأخلاق. هذا كان آخر تعليق خصوص موضوعنا الثاني لهذا اليوم. اليوم موضوع الطفلة الرضيعة اللي قتلها والدها لرغبته بإنجاب الذكور. موضوعنا الثالث في فقرة فيس تو فيس هو موضوع يعني ما شاء الله، في السابق كانت الحياة مفتوحة على البحر على قولة المصريين، اختلاس أموال، لا حسيب لا رقيب، جيب ودي ووقع عقود بوك، لهذا كانت عادية، الموضوع عادي، جيب بوك وروح، من يسأل من يدور وراك من يبحث. يقول النزاهة العراقية تضبط 1463 معاملة وهمية في كهرباء ديالة، صرف بموجبها 17 مليار دينار. 1463 معاملة وهمية كهرباء ديالة انصرف عليها 17 مليار دينار. لذلك احنا نقول النزاهة لازم تدقق اكثر وتروح للدوائر اكثر وتفتح الملفات وتشوف هاي العقود الوهمية اللي ما انزل الله بها من سلطان، تشوف هاي العقود اللي جابوها على غفلة، والله شنو سوينا، جبنا اشترينا، شو اشتريتوا؟ 1463 معاملة، يعني باليوم كم معاملة تسوون وتبوقون بيها كهرباء ديالة، ويجيك يقول لك والله الكهرباء، وجانا الصيف والكهرباء بدأت تنطفي. وهذا الموضوع هو الملف الأبرز والأكبر لهاي الحكومة اللي تثبت جدارتها من خلال ملف الكهرباء. بصراحة نحكي ملف الكهرباء هو أهم ملف من الملفات اللي ممكن تعمل بها الحكومة الحالية. إذا ما تحسنت الكهرباء وشعر المواطن العراقي بموضوع الكهرباء فهو يعتبر إنجاز للحكومة، أما إذا بقى الحال كما هو عليه فهو إخفاق جديد، حالة كحال السابقين. ملف الكهرباء هو أهم ملف في جعبة الحكومة الحالية اللي لازم تشتغل عليه، لازم تشتغل عليه. إجا الصيف بدينا بدرجات الحرارة المرتفعة وبدينا بانطفاء الكهرباء، بدينا. لذلك خلينا نشوف الملف هذا، خلينا نشوف الموضوع لوين راح يوصل، شهر السادس السابع الثامن عز الحر، خلينا نشوف الكهرباء شلون راح تصير، هم راح تبقى تنطفي؟ احنا شفنا دولة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني ذهب لهواي دوائر كهرباء للكهرباء، قالهم ليش بنهاية الشهر تطفى على مود السحب، المواطن يشترك وهذا، ولكن نريد نشوف الموضوع هنا على أرض الواقع. نرجع لموضوعنا موضوع الاختلاس، خلينا نشوفكم الموضوع وتفاصيله وأيضا تعليقات المواطنين. يقول لك 1463 معاملة صرف بموجبها 17 مليار دينار، الله لا يوفقكم يا حرامية، وهسه تطلع دياله تعاني من الكهرباء أكثر من أي محافظة ممكن. زين هاي 17 مليار وين وديتوها؟ بمعاملات وهمية. خلينا نشوف التعليقات. صباح تقول أو صباح يقول أو تقول ما أعرف لين هو ما بخلي صورة، الركابي تقول هاك تفضل، هاي دائرة واحدة من دوائر الدولة، يعني نقطة بحر، هل قد بي فساد؟ الله يكون بعونك يا شعب العراق.
البحر الهادي البياتي، حلو الاسم هذا، البحر الهادي البياتي. يقول في جميع الدوائر ربما نفس الشيء موجود، على النزاهة جرد كل الدوائر ليرى الناس كم هي آفة الفساد ومتعاطي الفساد ومتعاطي الفساد والرشوة. عبد الستار يقول شنو العجيب بالموضوع، كل مؤسسات الدولة بيها فضائيين ومزدوجي الرواتب وأغلب المسؤولين يعملون بذلك، ولكن لا أحد يستطيع أن يفتح هذا الملف لأن صعب وأكبر من أي مسؤول. عادل يقول كل هذا سرقات ولا يهون، كل هذه السرقات ولا يهون على الحكومة تعديل سلم رواتب، مليارات تذهب لجيوب الفاسدين وسراق ولا يعطون هذا الموظف أو المتقاعد البسيط زيادة على راتبه. والله عندما يعدل سلم الرواتب، يعني يريد يعدل سلم الرواتب، هو سيضعف هذه السرقات إلى النصف. احنا حكينا بهذا الموضوع سابقا بالحلقة السابقة، أيضا استضافينا خبير اقتصادي تكلمنا عن هذا الموضوع، وقلنا لك وقلنا للسادة المشاهدين أنه الموضوع ما بالسهولة اللي أنتم تصوريها، الموضوع أصعب من هيك بهواي. الموضوع يراد لسنة وسنتين وممكن حتى 3 سنوات، يراد لدراسة، يراد لتخطيط، يراد لدوراء. الموضوع مو سهل يا جماعة الخير. إذا جاب من الميزانية وزيد الناس الباقي الموظفين الباقية راح يصير عجز بالميزانية، وإذا شال من ذول وحط الذول راح يصير مشكلة بعد أكبر. الموضوع مو سهل، يراد لدراسة مستفيضة، فالصبر. آخر تعليق من خالد محمد الكبيسي يقول إحنا كهرباء وطنية منذ 9 سنوات ولم نراها لحد هذه اللحظة، ويصلنا وصل إلى البيت من دائرة الكهرباء بمبلغ 33 ألف دينار في محافظة الأنبار قضاء الرطبة. والله يا حمودي يا خالد، كل وزراء الكهرباء من قهرباء لهم من الأنبار ومن الغربية، معقولة هم أهل الديرة والديرة ما بيها كهرباء؟ فعاتبهم. أغلب الوزراء اللي جوا على هاي الوزارة هم من الغربية من الأنبار، لذلك يعني قضاء الرطبة ما بي كهرباء، شو هذا الوزير ما يشوف محافظته قبل لا يروح يشوف باقي المحافظات؟ ما أدري بعد. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اليوم، موضوع الهدر اللي صار بالكهرباء ديالي، 1463 معاملة 17 مليار. موضوعنا الرابع في هذه الفقرة هو موضوع يعني يدعو للضحك، بمساحة كبيرة من السخرية. نصب بطريقة جديدة، نصب واحتيال بطريقة جديدة، بطريقة ما يتوقعها أحد، لا تخطر على شخص ولا على بشر. وشنو الفرق بين الشخص والبشر؟ والله ما أدري. يقول لك أسايش أربيل، أسايش أربيل. هسه انتوا راح تقولون شنو هاي الحلقات صورة هاي ما الزواج شنو أسايش؟ سأنا أقول لكم، أسايش أربيل تبحث عن عائلة هاربة. شو سوت هاي العائلة؟ هاربة سرقت مبلغ 50 مليون دينار مع حلي ذهبية كانت مقدمة كمهر من خطيب ابنتهم التي هربت هي الأخرى. يعني بايقين الزلمة جاي خاطب وقاطع مهر ومنطلف ليسات ومشتري الذهبات وشرداو. هذا هو الموضوع، هاي سرقة من نوع خاص، أحدث سرقة في عام 2023. رجال يجي يتزوج على سنة الله ورسوله، يبقون المهر ويبقون الذهب ويرحون، وخمسين مليون. يعني مثلاً هذا الخمسين مليون هاي الحاضر، هذا 50 مليون لو فلوس الغراض والملابس والذهب. يا أخوي أنت والله ما أدري. نصب واحتيال جديد. طبعاً هو أسايش أربيل يعني تبحث عليهم، ما شاء الله قمنا نتفنن، قمنا نتفنن شلون نبوق، قمنا نتفنن شلون نسرق، قمنا نتفنن شلون نسوي نصب واحتيال.
عمي والله كارثة هاي، كارثة هاي ما صايرة. يعني واصلين للخطوبة وقطع المهر والذهب والفلوس وال وال وال، بعدين تشردون زين يا ترى كم مرة مسويها بغيره؟ كم مرة بمرة صارت قبل هذا الشخص؟ كم مرة هاي العائلة مسوية هاي الجريمة؟ خلينا نشوف الموضوع تفاصيله وأيضا ردود أفعال الناس حول هذا الموضوع. يقول ساي شربي تبحث عن عائلة هاربة سرقت مبلغ 50 مليون دينار مع حل ذهبية كانت مقدمة كمهر من خطيب ابنتهم التي هربت هي الأخرى. هذا هو الموضوع. أما التعليقات يقول رسول من ناو جاي لازم يصير الاستلام والتسليم بيوم الزفة لأن ماكو أمان الله. سلم بلف أسلمك نظيف تسلمني نظيف، يعني أعطيك المهر وتعطيني العروسة؟ عمي كارثة هاي. فيحاء تقول هو أكو خطأ بالكتابة، لو أنا جوعانة لا تجوعانة. وأيضا يعني فيحاء تجوعانة ماكو خطأ بالكتابة. زيد يقول شباب بعد اللي يقطع مهر يسلمه للأهل لأهل العروس يم كاتب عدل ومضبطة عشيرة، كل واحد يخلي باله، كل واحد يخلي باله من لغليغه، أي حد لغلغه يروح أنا ماليش دعوة. اللغلوغ الواحد ب 14 جنيه وتقف شهر قدام الجمعية لما يدوك لغلوغ واحد. كل واحد يخلي باله من لغليغه. هذا كان آخر تعليق بخصوص موضوع ال لا أيضا والله كتعليقات بعد. يقول أوس همزين متزوج من زمان الشغلة صايرة ما تطمن هالأيام. صديق همزين متزوج من زمان. مريم تقول على والو أهلي هيك مسوين ولا مورطين يا أه. هاي شنو هاي مريم؟ على والو أهلي هيك مسوين ولا مورطين هاي الورطة، يعني تردين ما شاء الله. هذا كان آخر تعليق من مريم خصوص هذا الموضوع. اليوم موضوع العائلة اللي هربت، هربت من خطيبتهم حتى يسرقوه. هذا كان موضوعنا الرابع. أما موضوعنا الخامس والأخير في فقرة فيس تو فيس هو ترند رياضي وحدث رياضي، حيث أوقعت القرعة، قرعة كأس آسيا 2024 منتخبنا الوطني في مجموعة صلبة جدا، مجموعة عبارة عن سرعة في سرعة. هذا هو الشكل الكأس. القرعة أوقعت منتخبنا الوطني إلى جانب اليابان وأندونيسيا وفيتنام. هذه هي القرعة اللي أقيمت في قطر في الدوحة لكأس آسيا 2024 اللي هي تصير بشهر الواحد على ما أعتقد. مجموعة الرابعة، مجموعة دي إلى جانب اليابان، أندونيسيا، العراق، فيتنام. هذه هي القرعة. خلينا نشوف تفاصيل وأيضا أوقات المباريات وأيضا ماذا قال المختصين. هاي المجموعة، مجموعة سود الرافدين قدامكم تشوفوها، المجموعة دي، المجموعة الرابعة، أعتقد هي بالبطولة ب 2023، يعني عفوا مو 24، اليابان، أندونيسيا، العراق، فيتنام. هي راح تصير يمكن بنهاية السنة بشهر 12 أعتقد وتستمر على الواحد هي شيء. اليابان، أندونيسيا، العراق، فيتنام، هذه هي المجموعة اللي صارت. مباريات منتخبنا، مباريات أسود الرافدين، شوف هي هنا أنا صاير أكو خربطة. البطولة هي 2023 بس راح تقام ب 2024 حتى المشاهد يعرف. البطولة هي بطولة 23 بس راح تقام بالشهر الأول من 2024 بسبب الـ يعني الجداول والبطولات اللي صارت. فالبطولة يعني بعد هي البطولة كانت مقررة بغير بلد وانسحب هذا البلد وجت قطر أخذت استضافة هاي البطولة. لذلك الجولة الأولى أول مباراة إنه ويا أندونيسيا الساعة 5:30 على استاد أحمد بن علي
اثنين 15 يناير 2024، اثنين 15/1/2024 ساعة 5:30 أول لعبة. اللعبة الثانية بالجولة الثانية ساعة 2:30 احنا واليابان الجمعة 19 يناير 2024 استاد المدينة التعليمية. هذا الملعب استاد المدينة التعليمية يعني هاي الجولة الثانية. الجولة الثالثة اللي هي المباراة الثالثة العراق وفيتنام ايضا ساعة 2:30 يصادف يوم اربعاء 24 يناير في استاد جاسم بن حمد. هذه هي مواعيد مباريات منتخبنا الوطني في بطولة كأس آسيا 2024 في قطر. هي مثل ما قلت لكم 2023 تقام بسنة 2024 في قطر. هذا هو يونس محمود النائب الثاني للاتحاد العراقي لكرة القدم ومشرف المنتخب الوطني يقول على القرعة، يقول القرعة متوازنة ونمتلك فرصة التأهل. أوضح النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة العراقي يونس محمود بعد نهاية حفل قرعة كأس آسيا 2024 ووقوع أسود الرافدين في المجموعة الرابعة على جانب منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا بأنها متوازنة وأن منتخبنا يمتلك فرصة مؤاتية لخطف إحدى بطاقات التأهل عن المجموعة إلى الدور الـ 16. وأضاف صاحب المشاركات الأعلى في بطولات كأس آسيا أن هناك خطة عمل متكاملة من قبل الاتحاد العراقي هدفها الأساس إعداد منتخب قوي يكون قادرا على مقارعة كبار القارة في بطولة كأس آسيا، كما أنها ستكون محطة مهمة لكسب الثقة للدخول في تصفيات كأس العالم بهدف التأهل إلى مونديال 2026. هذا هو حديث يونس محمود. أما حديث مهدي كريم، مهدي كريم اللي هو المدير الإداري لمنتخبنا الوطني أيضا النجم العراقي السابق، يقول مجموعتنا قوية والفرص متساوية في التأهل. وقال مهدي كريم أن الاتحاد العراقي يبذل جهودا سخية بغية تهيئة معسكرات تدريبية على مستوى عال من أجل أن تكون التحضيرات والاستعدادات مناسبة للمنتخب الوطني وتليق بحجم البطولة القارية، وأن هناك دعما حكوميا من أجل النهوض بواقع اللعبة. من جهة أخرى عد مهدي كريم مجموعة منتخبنا في نهايات كأس آسيا بالقوية، وذلك بوجود المنتخب الياباني إضافة إلى فيتنام ناهيك عن تواجد منتخب أندونيسيا. وأيضا لكل المنتخبات خصوصا أن التأهل قد لا يقتصر على منتخبين فقط في أربع مجموعات من أصل ستة، وبدورنا سنعد العدة من أجل من خلال التحضير المثالي للبطولة الآسيوية للدخول من باب المنافسة وتحقيق أفضل النتائج في البطولة وإسعاد جماهيرنا جمهورنا الوفي. هذا هو كان كلام مهدي كريم. أما كلام الجمهور العراقي ماذا كان؟ مثلا السيد زيد الفحام يقول الموفقية والنجاح لمنتخبنا العراقي إن شاء الله كأس آسيا عراقي، إن شاء الله كأس آسيا عراقي خدناه ب 2007 خلينا ناخذها السهمين. كرار يقول متوسطة ولكن يستطيع العراق إبراز هيبته والتغلب على اليابان والصدارة. وصحيح المهمة صعبة ولكن كل شيء وارد في كرة القدم. أما أحمد يقول قرعة كأس أمم آسيا تضع منتخبنا الوطني في مجموعة غير متوقعة عندما نواجه منتخب بحجم اليابان ومنتخبين من أكثر الفرق تطورا في القارة الصفراء. بالفعل فيتنام وإندونيسيا من أقوى المنتخبات اللي طورت بالفترة الماضية، فممكن ما يكونون لقمة سهلة. علاء يقول مجموعة متوازنة توقع الفوز على فيتنام وإندونيسيا والتعادل مع اليابان والتأهل مع اليابان للدور الثاني. أما وليد يقول منتخبات شرق آسيا تعتمد على اللعب السريع والرتم العالي عكس منتخبنا اللي يلعب كرة بطيئة ورتم بطيء، لذلك المنتخب سوف يعاني. مع تمنياتنا للمنتخب الوطني. هذا كان آخر تعليق بخصوص آخر موضوع اللي هو موضوع بطولة كأس آسيا 2024 في قطر. مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير وفقرة الترند تيوب، خليكم ويانا لحد يروح. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فقرة الترند تيوب حيث الفيديوهات
اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا في السوشيال ميديا. خلينا نشوف الفيديو الأول ونسولف وياكم. كل محافظ لا يحسبكم دولة البصرة، نعزلها. الموضوع شنو؟ بكل بساطة هذول شيوخ ووجهاء قضاء المدينة في البصرة، المدينة عفوا، طالبون ب يعني إيجاد حل من التلوث اللي صار بالقضاء، قضاء المدينة بالبصرة، طالبون بحل التلوث. لذلك سووا فيديو، قالوا يا بنقطع النفط، نسوي ما نسوي، لو تلتفت لنا يا المحافظ يا سعد العيداني. هذا هو ملخص ما حدث. اذا شوف بالبدايه التهديد والوعيد هذا يعني نتمنى انه ما يكون هو لغه المنطق، بالعكس هاي لغه مو حلوه. بس اذا كان الموضوع فعلا عندهم ويعانون من تلوث فهي كارثه. الكارثه الثانيه المحافظ ما منتبه لهذا الموضوع. الكارثه الثالثه انه ليش الناس يسكنون بالقرب من هاي الحقول النفطيه وهاي المصانع والمعامل. الكارثه الرابعه انه البصره تعاني من هيك مواضيع. البصره تعاني من هيك مواضيع. البصره اللي بها اقتصاد، اللي بها فلوس وبها خيرات وبها نفط وبها ميناء وبها موانع عفوا وبها تمر وبها كل خيرات العراق ممكن موجوده تلقاها بالبصره. تمر تلقاها بالبصره، المي التقاء النهرين تلقاها بالبصره وشط العرب، النفط تلقاها بالبصره، القمار الموانئ تلقاها بالبصره. من المعيب والمؤسف انه يطلع فيديو ب 2023 لقضاء في البصره يعاني من اهمال. بل شنو هذا الاهمال؟ هو تلوث. تلوث شلون تخلون الناس تسكن بصف هاي المصانع وهاي المعامل؟ شلون؟ فهموني، انا ما جاي افهمها، فهموني. ناس تسكن، ما طبعا راح يعانون من التلوث طبعا. نشوف تعليقات المواطنين حول هذا الفيديو. يقول مهدي: حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، البصرة تستغيث، قضاء المدينة منكوبة ومظلومة. ملاك تقول كل النفط من القرنة والمدينة والدير عبارة عن بحر مال نفط وكل شيء ما مسوين لها. همس الأماسي تقول حقهم الناس ملت، الوضع دمار من كل النواحي. علاء يقول أصلا خطأ سكن الناس في المناطق النفطية، ضروري يتم إجلائهم وتوفير أراضي سكنية بعيدة وآمنة عن التلوث. أما محمد الشمر يقول بكل الدول أي شخص يصاب بمرض بسبب شركة فعليه أن يقاضي الشركة، والشركة غصبا عليها ترضي الشخص أما بفلوس أو شيء آخر. إلا بالعراق الشركات ما مهتمة حياة الناس. هاي رسالة، طبعا هذا آخر تعليق، هاي رسالة إلى محافظ البصرة وأيضا إلى الحكومة، الحكومة المحلية والحكومة المركزية، إنه يابا التفتوا لهاي الناس اللي تعاني، التفتوا لها ما بيها شيء، التفتوا للناس اللي تعاني من التلوث. واحدكم يقبل اليوم جسمه يتلوث لو أطفاله لو لو لو؟ على العموم هذا كان الفيديو الأول. الفيديو الثاني فيديو من بلاد الرحمة والإنسانية، ماكو من البلاد اللي صدرونا إياها على أنها البلاد التي تحب الحياة وتحب الإنسان وتعشق شوفوا الفيديو وأنا أشرح لكم إياه أيضا بعدها. يسوي تجربة اجتماعية ويسوي مشاهدات ويكسب على أساس الإنسانية والرحمة. يوتيوبر أمريكي سوى، قال راح أروح للمناطق الفقيرة وأشوفهم شون يعانون من الجوع وأشوفهم مش محتاجين وأنطيهم أكل يعني وأساعدهم. هذا اللي قاله.
بس اللي صار هو العكس، هو راح سأل هذا الشخص المتشرد الجوعان، قال له أنت جوعان؟ قال له إيه. قال له راح أروح أجيب لك أكل وأجي. هذا التصوير موجود. راح جاب الأكل وما انطاه يا أكله قدامه، حتى شنو؟ حتى ياخذ اللقطة من هذا الجوعان يباوع عليه وهو ياكل ويتونس بيها، يتونس بيها. هاي بلاد الرحمة والإنسانية، هاي بلاد البلاد اللي نقول عليها اللي تطلع عنا بالأفلام بالمسلسلات على أنها ملاك الرحمة، على أنه ماكو الشعب ما يعاني. لا بل شعوب المناطق الدول الأخرى المفروض ما تعاني. شخص جوعان متشرد نايم بالشارع يجي ياكل قدامه، يقول له تجوعان؟ يقول له يروح يجيب أكل ويجي ياكل قدامه حتى يشوفه شلون يباوع على منظر الأكل. هو هذا ال هو هذا هذا ال هاي الإنسانية، هاي الإنسانية إن أنت تاكل قدام الجوعان؟ لا بل تروح وتقول له أنت جوعان؟ إيه راح أجيب لك أكل. إيه مسوي له تجربة، يريد يشوف ردة فعلهم، تشوف ردة فعله تاكل هيك تسوي قدامه. لا يا بالإنسانية تصرخ، إنسانيتهم فول ما شاء الله، فول إنسانية يعني. هاك شوف بالفيديو يجيب الأكل وما شاء الله. خلنا نشوف التعليقات، شوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. هذول اللي يقولون عندهم إنسانية ودائما يقولون صيروا مثل الغرب، هذا الفيديو خير دليل على أنه اسم الإنسانية ما عندهم. أحمد يقول بعد الله شي يسوي بيك، والله أثار غضبي. أما طبعا هو كان هذا آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. مشاهدين الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى ألتقيكم في الحلقة القادمة. أقول لكم في مال الله.